نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية جمهورية بلغاريا، سيدات والسادة، أود بداية أن أرحب بكم والوفد المرافق لسيادتكم ضيوفا كراما. استعكس هذه الزيارة الكريمة حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بينهما، حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين. كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغاريا، أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد. وقد عكست مناقشات وأعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها، أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة. تناولت مع معالي نائبة رئيس الوزراء أهمية زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، حيث أبدى الجانب البلغاري اهتماما بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتميزة في مصر وما تقدمه مصر من امتيازات في هذا الشأن. وتطرقنا إلى التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، الطيران المدني والسياحة والزراعة والتعاون الثقافي، طبيعة الحال التعاون العسكري الذي تتم مناقشة تفاصيله في لقاء الآن يجمع السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونزير سيادته البلغاري. وشهدنا في ختام أعمال اللجنة التوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، علاوة على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي الدفاع في مجال التعاون العسكري، ليضاف إلى رصيد الوثائق التي تنظم التعاون بين البلدين وتدفعه إلى آفاق أرحب. لقد عكس الإعلان المشترك الصادر عن أعمال اللجنة التفاهمات التي توصلنا إليها، وأهمها ضرورة العمل خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات واستمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية، خاصة وأن مصر وبلغاريا لديهما ذات الحرص على إرساء منظومة السلم والأمن الدوليين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية. استثمرت والزميلة العزيزة السيدة جابرييل الفرصة لتناول أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الملفات السياسية والأمنية والهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات كبيرة تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها. وكان على رأس هذه الملفات بطبيعة الحال القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، لا سيما الأوضاع الجارية في قطاع غزة، حيث أشرت إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف إطلاق النار ووقف هذه الاعتداءات الوحشية التي لم يسبق لها مثيل. كما أوضحت للسيدة جابرييل إن ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا بشأن تداعيات هذه الحرب على اتساع رقعة الصراع بالمنطقة قد بدأ بالفعل، ويشهد المجتمع الدولي حاليا نتائجه التي يتحمل هو مسؤوليتها بسبب ازدواجية المعايير التي كانت مثار دهشة الرأي العام العالمي وليس العربي أو الإسلامي فقط. تناولنا أيضا تطورات الأوضاع في عدد من الملفات مثل أمن البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد العالمية والملف الليبي وغيرها من ملفات. كما تطرقنا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، فأوضحت أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية والدبلوماسية ومراعاة شواغل كافة الأطراف، خاصة في ضوء التبعات السياسية والاقتصادية السلبية على العالم أجمع. سيداتي والسادة، سأجدد الترحيب بضيفتنا العزيزة السيدة نائبة رئيس الوزراء وزير الخارجية البلغارية والوفد المرافق، أتمنى لهم رحلة آمنة وسعيدة إلى بلغاريا صديقة، عاملين معهم رسائل المودة من مصر وشعبها إلى بلغاريا وشعبها. نحن نعتز كثيرا بعلاقات الصداقة التي تجمع فيما بين البلدين، وخلال سنتين نحتفل
مئوية العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين رصيد طويل من العلاقة ومن الثقة المتبادلة ومن المعرفة المتبادلة أيضا للظروف الإقليمية والدولية التي نهتم بها. وبالتأكيد أنه هذه الزيارة وانعقاد اللجنة والاتفاق على دورية انعقاد هذه اللجنة والعمل على دفع العلاقات قدما والرغبة والإرادة سوف تؤتي بثمار في كل المجالات اللي تحدثنا بها. مرة أخرى برحب بها وتتفضل.